اللي بشرعه البرلمان الإسرائيلي لتشريع سياسة الفصل العنصري اللي مارستها إسرائيل على مدى عشرات السنين للفصل في السكن والأبرتهايد، مطابق ومشابه للقوانين اللي كانت سارة المفعول في جنوب أفريقيا في زمن حكم الأبرتهايد. قانون دائرة أراضي إسرائيل المعروف بقانون الإصلاحات سيؤثر على العرب، السكان العرب، في ثلاث مجالات أساسية. الأول خصخصة الأراضي، الثاني تبادل ملكية الأراضي بين الدولة وبين صندوق أراضي إسرائيل، والموضوع الثالث هو لجان القبول. أولاً موضوع خصخصة الأراضي، هذا بيعني أنه نقل ملكية 800 ألف دونم من الدولة إلى أشخاص أفراد أو إلى شركات عامة. وإيش هذا بيعني بالتالي؟ أولاً خصخصة أراضي ونقل ملكية أراضي مصادرة من سكان عرب، صدرت من سكان عرب حسب قوانين مختلفة. ثانياً نقل ملكية وخصخصة الأراضي في القرى المهجرة، وثالثاً نقل وخصخصة ملكية أراضي ومباني لاجئين ومهجرين. بالتالي خصخصة الأراضي سوف تؤدي إلى إحباط أي إمكانية مستقبلية لإرجاع الأراضي إلى أصحابها الأصليين، وأيضاً سوف تمنع أي إمكانية مستقبلية لرجوع اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم وأراضيهم. في كل ما يتعلق في صفقة التبادل ما بين دولة إسرائيل وصندوق أراضي إسرائيل، الحكي على صفقة اللي بناء عليها صندوق أراضي إسرائيل بده يحول لدولة إسرائيل ممتلكاته في المدن اللي سوقت لليهود فقط، وبالمقابل الدولة بدها تحول لصندوق أراضي إسرائيل ما يقارب 50 ل 60 ألف دونم، 90% منهم في النقب و10% منهم في منطقة الجليل. والمعيار لتسويق الأراضي الجديدة لصندوق أراضي إسرائيل هي بناء على مبادئ صندوق أراضي إسرائيل، أي الأراضي توزع لليهود فقط وتطور لليهود فقط، وهذا طبعا يناقض مبادئ المساواة اللي ينص عليها قرارات محاكم كثيرة، المحكمة العليا، ويناقض أيضا موقف المستشار القضائي للحكومة في التماس اللي قدمت فيه عدالة ضد سياسة توزيع أراضي الصندوق لليهود فقط، واللي فيه عمليا المستشار القضائي بيحكي انه هذه الأراضي عمليا لازم تكون تحت مبدأ المساواة، توزع على جميع مواطنين الدولة بدون ولا أي تمييز. عملية منع السكان العرب والمواطنين العرب من الدخول للسكن فيما يقارب 80% من مساحة الدولة، وبينطي القرار الأول والأخير للوكالة الصهيونية والمنظمة الصهيونية العالمية في السماح أو عدم السماح للدخول في المستوطنات في هذه مساحة البلد. عمليا القانون أيضا يناقض الأمر الاحترازي اللي أصدرته المحكمة العليا قبل كم من شهر في كل ما يتعلق في التماسات اللي قدمت من قبل عدالة ومؤسسات أخرى لتحدي جهاز لجان القبول، اللي زي ما قلت عمليا بمس في حق السكان العرب في اختيار مكان سكن، وبالتالي في حقهم الأساسي في الكرامة وفي التنقل.